En som brenner Koranen uh, ifølge islam, da er straffen døden. Er det riktig? Du satt i fengsel for å ha truet uh, noen kurdere, og også statsministeren. Nå sier en av kurderne at du har truet ham igjen. Er det riktig? أعتقد جازما أنه ارتكب جريمة وعقوبته القتل وتنفيذه على أمتنا سواء كان في النرويج أو عند باراك أوباما لا يفرق هذا فأنا لا أهدد شخصا بعينه أنا أذكر النظرية أذكر القانون فأنا قلت ما في القرآن وما في الحديث فأنا ما قلت على الشخص Ente. En av dem som ø, brente Koranen, ø, er redd for at ø, noen som hører på deg, kan komme til å drepe ham fordi du har sagt at det er straffen ifølge Koranen. Er ikke det en fare at noen av dine, ø, de som hører på deg, gjør en sånn gjerning? وَيَجِب يجب أن يكون خائفا من الصومالي والأندونيسي والأفريقي والتيتاني ومن كل من هو صاحب القرآن لا يخاف مني يخاف مما من ارتكبه من جريمة ويخاف تطبيق العقوبة عليه بتيري كده أت دو مدين رلجيوس اوت ريدنين فاكتسك دمر هم تدودن سلم دي كيفل يارد سل سو ليس فقط يستمع اليه كل من يعرف العقوبه ممكن ان يقتله، كل من يعرف العقوبه نحن ندافع عن ديننا بدمائنا وحدودنا حدود الدم حدود متفجرات الذي يهين ديننا يجب ان يعرف ان واحدا منا سيموت هذا او غيره الذي يفعل اهانه لديننا وكرامتنا يجب ان يفهم ان هذا صراع حياه او موت Men ville du være tilfreds hvis denne mannen ble drept? Det betyr eh, kanskje at du gledet deg over eh, angrepene mot Charlie Abdo i Frankrike, og også det antatte angrepet mot Lars Wilks i Danmark? أنا بالنسبة للحادثة الثانية لا أعرف عنها كثيرا لكن بالنسبة لما جرى في فرنسا نعم بالتأكيد أنا فرحان به دي دافع عن كرامتهم دافع عن مقدساتهم دي نعم بالتأكيد ابطال ومجاهدون

هو المقصود مثلا الصور الكاريكاتيريه الحقيره التي نشرتها يولان سبوستن في 2005 في الدنمارك. هو المقصود بعدها انتشرت ايضا في 13 دوله اوروبيه ايضا نشروها. لكن هذا تخفيف الضغط على الدنمارك هذا امر اخر، هذا ايضا نعم هذا ايضا نشره ليس صحيحا. الفعل الاول يستحق هذا الرد. هذا زمن مفتوح. الذي يهين ديننا يجب ان يعرف هذا ليس اليهوديه لنسكت ونضع نخضع لمزيد من الارهاب الرسمي الدولي لا نحن نموت لاجل ديننا ونعيش لاجل ديننا لا شيء مقدس اكثر من ديننا فقط ومن يصطدم بديننا يجب ان يعرف سنصطدم به بمتفجراتنا لا ينبغي ان يكون هناك اي تساهل اي تفاهم اي مساومه على هذا الامر

أماكن الجهاد، أولاً أن يكون متأنياً لا يذهب بانفعال، يفكر بعقل، وتعقل، ويدرس جيداً، ثم بعد يدرس الساحة التي يذهب إليها، وماذا يفعل هناك، ثم يذهب، وإذا ذهب حتى لا يندم، يذهب وبعد ستة أشهر يريد أن يعود بالتاكيد هناك تكون علامات استفهام عليه حتى لو كان هناك يعني مجرد كان ينظف الشوارع. فأنا في رأيي من ذهب إلى ساحات الجهاد أن لا يرجع ويبقى هنا. أما أن يذهب ويعود ويعمل بلبله وشوشر على المسلمين وأيضا مخابرات الدول ويكون وت... الضغط على المسلمين أكثر فأنا ما أيدت ذلك ولا أؤيده. طيب <applause> هل نعم بالتأكيد مهم بالنسبة لما يجري في سوريا عين الحق والصواب شعب كله يريد إزاحة هذا النظام هذا النظام المجرم الذي فعل ما لم يفعله أحد والغربيون ساكتون وضمائرهم ميتة أو في إجازة فالطريق الصحيح والصواب في سوريا هو طريق الجهة شاء الغرب أم أبى كاليفات كاليف هناك نقطه مهمه انا اعتقد ان الشعوب الغربيه لا تفهمها والسياسيون يفهمونها لكن يريدون ان يحيدوا عنها وهو ان اسلامنا ليست كالمسيحيه اسلامنا حركه تغيير سياسيه بالاصل الإنجيل ليس كالقرآن القرآن فيها خمسمائة آية حول السياسة والسلطة التشريعية والحكم والقضاء بآياتها المختلفة هذا لا تجدها في الإنجيل هناك فارق كبير ولذلك لا ينبغي أن نقول في الإسلام الدين على حدة والسياسة على حدة فالدين والسياسة معا في الإسلام ولذلك موضوع الخلافة موضوع شرعي ديني من صلب الدين فبالنسبة لما جرى في سوريا من أمر الخلافة ودكتور أبو بكر البغدادي أعلن عن دولة الخلافة والغرب خايف من ذلك يعني نقطتان جداً مهمة مهمتان في أمر أبو بكر البغدادي أولاً موضوع الخلافة وهذا الذي اوباما ومن معه كلهم يخافون منه لانه هذا يعطي ان نعطي البيعه للخليفه من اندونيسيا الى المغرب ومن تشان الى كاب في جنوب افريقيا المسلمون اذا اقتنعنا بشرعيته هذا واحد ثانيا رفع الحدود هذه حدود بيكو نحن لا نعترف بها ارده تيل او أنا الآن لست مستعدا لأن أنا ما زلت لا أعرفه ولا أعرف الخلافة نفسها الذي هو أعلنها شروط الخلافة نحن عندنا في كتبنا الفقهية سبعة شروط للخلافة وإذا اقتنعت بأنه خليفة نعم أبايعه أمام البرلمان النرويجي وأتحد وأصبر على كل ردود الفعل الذي تأتيني من العالم كله <applause> ليس العالم لكن خلال العشرين سنه المقبله في تصوري نعيد خلافتنا لنكون رقما صعبا في المعادله الدوليه امتنا قطعت سبعين في المئة من الطريق باقي الثلاثين والثلاثين انا في تصوري في تخميني وتقديري خلال عشرين إلى خمسة وعشرين سنة المقبلة بإذن الله سيكون لنا خلافتنا الشرعية التي نبايعها جميعا شاء الغرب أم أبا